We've been a strong part of the identity of this country with yes, Italians. That's great. We are our best ambassadors. So I was asking, does the red, white, and green stand for something in the flag, in the Italian flag? Yes. Yes. It stands for something. It's many things. Many things. لو سألتكم الآن عن رمزية الألوان في علم بلدكم، من الطبيعي أن البعض سيعرف الإجابة والبعض الآخر لن يعرفها، وهو أمر لا عيب فيها، ولكن قد يكون محرجاً خاصة لو كنت رئيس الوزراء. الضحية في هذه القصة كانت رئيسة الوزراء الإيطالية التي لطالما تصدرت ترندات جورجيا ميلوني. فلما تكن تتوقع رئيسة الوزراء الإيطالية أثناء زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة أن يضعها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في موقف محرج، وهذا عندما قرر أن يسألها عن دلالات ألوان العلم الإيطالي أمام الصحافة، يبدو بأنها لا تعرف الإجابة، فما كان منها إلا أن نظرت إليه باستغراب وأجابت بتردد بأن للألوان دلالات من دون أن تخوض في التفاصيل. يذكر أن الأخضر في العلم الإيطالي يرمز إلى سهول البلاد وتلالها، بينما يرمز اللون الأبيض فيه إلى الثلوج التي تغطي جبال الألب. أخيراً الأحمر يشير إلى الدماء التي سالت من أجل إيطاليا. وسواء كانت ميلوني تعرف هذا أم لم تكن تعرفه، فتصدرت ترندات في الحالتين، وحاز هذا الفيديو على العديد من التفاعلات. سنقرأ لكم البعض منها. علي يقول: الخلل مش منها، الخلل من الأستاذ اللي مفروض أنه دبلوماسي وبيعرف أنه مش لازم يخرق بروتوكولات الاستقبال أمام الصحافة بهذا الشكل. ثم أنه شو اللي جاب السؤال على باله غير أنه متوتر ومش عارف شو يحكي مع رئيسة وزراء ضيفة. أوكي. يونس يقول: سؤال له أكثر من إجابة. في اللي بيقول أنه مستوحى من العلم الفرنسي، وتفسير أنه الأخضر للزرع والأحمر للشهداء والأبيض للثلج، وتفسير تاني أنه الأخضر لون الأمل والأبيض للإخلاص والأحمر للحب. يعني لو ميلوني كانت مؤرخة برضو مش رح تعرف. فارس أخيرا يقول: بصراحة النظرة اللي أكلها السيناتور بمحلها، إيه دخل السؤال باللقاء بالعلاقات الدبلوماسية؟ أراهن أنه لو هي سألته عن معنى ألوان العلم الأمريكي مش رح يعرف يجاوب.